احنا الحقيقه الفتره اللي فاتت برضو يعني جبنا حيوانات جديده. احنا طبعا الاول كنا عملنا خطه اكسار للحيوانات اللي موجوده عندنا، والحقيقه الزملاء الاعتبار البيطري عملوا جهد كبير جدا في العنايه بالحيوانات وتغذيتها ويعني الرعايه البيطريه ليها وتخطيط الوقايه والتحصينات. فالحقيقه مظاهر الصحه والحيويه باينه على الحيوانات جدا، وحصل خطه اكسار، وبعدين استغلنا هذا الاكسار في ان احنا نستخدم حيوانات جديده. يمكن لاول مره في تاريخ الجنينه ان احنا نستخدم حيوانات بالبدل، ما بنكلفش دوله اي اعباء ماليه.